هذا التاريخ الذي استعرضناه الآن. هذه المحاولات التي أخفقت في السابق لمرات عديدة، حجم الشكوك الكبير الموجود بين الأطراف، حالة عدم الثقة، كل هذا موجود. ولكن أيضا هنالك أمر آخر موجود، وهو باعتقادي أن الجميع الآن بات يعي ويدرك أهمية إبعاد الأيادي الخفية التي كانت تلعب بالورقة الفلسطينية. الآن جميع الأطراف في فلسطين باتوا متضررين من هذه الأيادي الخبيثة التي لعبت بالورقة الفلسطينية، لأن أي قضية تحرر وطني أختي عائشة يجب أن تركز على هدفها الأساسي، وهو التحرير. بمجرد أن انصرفت عن التحرير إلى مسائل أخرى تتعلق بالتناقضات السياسية الموجودة في الإقليم والدخول في هذا المحور والخروج من هذا المحور والتحالف مع ذلك وهذا، يبدأ هنا الخسران على المستوى الوطني بالنسبة للقضية الفلسطينية. وهذا ما حصل للأسف، يعني نحن رأينا عدم توازن في علاقات الإخوة في غزة مع طبعا هم يعني ليس بأيديهم، الناس العاديين لا يستطيع أن يقرر، ولكن على الأقل لنقول أن قيادة حماس أقامت علاقات غير متوازنة طوال هذه الفترة ما بين دول المنطقة، لم تحاول أن تمد أيديها إلى دول المنطقة وأن تتكيف مع المنطق الذي كان يطرح منذ عام 2002 في المبادرة العربية للسلام التي أجمع عليها كل العرب، وظل هنالك صوت نشاز يرفض. الآن الحمد لله لدينا قاعدة، لدينا لنقول رغبة من جميع الأطراف. طب ماذا عن التحول الإيجابي مثلا، ماذا عن التحول الإيجابي في مسار هذه المصالحة والقضية الفلسطينية بشكل عام؟ يعني ما حجم هذا التحول الإيجابي؟ هذا التحول أنا بتقديري أننا يجب أن ننظر إليه بحذر، يجب ألا نبالغ كثيرا بالتفاؤل. الشيء الذي يثير تفاؤلنا هنا هو عودة الدوري المصري، الشيء الذي يثير تفاؤلنا إلى حد بعيد جدا هو إمكانية أن تصبح هنالك انفراجة على سكان قطاع غزة، على السكان في الضفة الغربية، أن الحالة الإنسانية تتحسن هناك. ولكن بالنسبة للحركات السياسية يبقى هنالك علامات استفهام. أعتقد أن هنالك الكثير من المراحل يجب أن نقطعها حتى نتجاوز. طيب يعني السؤال